بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل منه والإنعام والإحسان. وفي هذه الجلسة أو هذا اللقاء نكمل درس التفسير، وقد توقفت عند سورة الهمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة سورة الهمزة مكية، وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس ويأكلون أعراض الناس بالطعن والانتقاص والسخرية والازدراء بالناس والتنمر بالناس، فالإسلام نهى عن هذه الأشياء، والإسلام يحارب مثل هذه الأشياء. فالإسلام معياره إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، بل إن التنابز بالألقاب وتعيير الناس بعضهم بعضا، وهذا أسود وهذا أبيض وهذا من البلد الفلاني وهذا من كذا وهذا من كذا، هذا يفرق ويمزق وحدة الصف واجتماع الكلمة. فأتى الإسلام وحارب مثل هذه الأشياء، بل إن هذه الأشياء هي من الجاهلية. ولذلك اشتكى عنترة بن شداد الجاهلي وكان لونه أسود، اشتكى من هذه الأشياء حيث كانوا في الجاهلية يعيرونه بالسواد، فكان يقول يعيرني بالسواد قومي وبيض خصائلي تمحو السواد، يعيرني قومي بسواد جلدي وبيض خصائلي، يعني من الشجاعة والكرم تمحو السواد. والشاعر الآخر يقول ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. والشخص والناس ليسوا الناس لا يحكم عليهم بمظاهرهم بل بمخابرهم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان. وتحدثت السورة أيضا عن الذين يشتغلون بجمع الأموال وتكديس الثروات وكأنهم خالدون في هذه الدنيا، ويظنون لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم أن المال سيخلدهم في الدنيا. وتحدثت السورة أيضا عن وختمت السورة بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء، حيث يدخلون نارا لا تخمد أبدا تحطم المجرمين ومن يلقى فيها من البشر، لأن الحطمة نار سقر وهي اسم من أسماء النار. نسأل الله لي ولكم السلام والعافية. يقول سبحانه وتعالى ويل، وويل هذه قيل وادي في جهنم، وكثيرا ما تذكر في كتاب الله بل بلا حديث. ويل للعقاب من النار، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فقال بعضهم إن ويل وادي في جهنم،
وقال بعضهم ويل كلمة تهديد ووعيد شديد من الله لمن يرتكب مثل هذه الخصال المذمومة المشينة. فقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. قال بعض العلماء الهمز هو اللمز واللمز هو الهمز لا فرق بينهما. وبعض العلماء يفرق بينهما فيقول إن الهمز هو باللسان بمعنى أنك تسخر بالناس بلسانك فتغتاب الناس وتفعل النميمة بين الناس وتكذب على الناس وتتنابز مع الناس بالألقاب، هذا هو الهمز. واللمز هو أنك لا تسخر بالناس بلسانك وإنما بفعلك، بمعنى أنك مثلا تحرك العين سخرية بأخيك أو تحرك جبينك سخرية بأخيك، فهذا هو اللمز. إذن الهمز هو أن تسخر بالناس بالقول، واللمز هو أن تسخر بالناس بالفعل دون القول، كأن تسخر بهم برفع الحاجب الحاجبين أو بالعين وهكذا دواليك. وكل هذا نهى عنه الإسلام. ولا تطع كل حلاف مهين هماز هماز مشاء بنميم. قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. وقال تعالى لا يسخر قوم من قوم. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وهمزة في علم في العربية في علم الصرف على وزن فعلة، وكذلك لمزة على وزن فعلة. وأخذ العلماء من هذا ويل لمن كان يعتاد همز الناس ولمز الناس والسخرية بالناس، بخلاف من صدر منه هذا السخرية والهمز واللمز مرة يعني مرات قليلة مثلا ثم تاب منها. لكن المتوعد هو من كان معتادا لمثل هذا الشيء، وكذلك أيضا متوعد في من كان لا يتوب من هذا الشيء. المقصود أن الإسلام، هذا قول العلماء، الإسلام نهى أن تلمز الناس أو تعيب الناس أو تسخر بالناس أو تتنمر بالناس. ويل لكل همزة لمزة، هذا الوصف الأول المشين. قال بعض العلماء إن هذه السورة نزلت من أجل شخص من الكفار اسمه الأخنس بن شريق، وغيره من الكفار في ذلك العصر كانوا يسخرون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسخرون بالصحابة. والصحيح أنه كما قال علماء التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي من أجله نزلت هذه السورة. والدليل على هذا أن الله قال ويل لكل همزة لمزة، وكل عند علماء أصول الفقه من ألفاظ العموم، فهي تعم كل الهمازين والمشائين بالنميمة والكذابين والذين يسخرون بالناس، سواء كان هذا الرجل الأخنس بن شريق أو غيره من الناس إلى قيام الساعة، وهذا الصحيح. ويل لكل همزة لمزة. ثم ذكر من الأوصاف المشينة والمعيبة التي يحذرنا الله منها أن هذا الرجل الذي جمع مالا وعدد، جمع بالتخفيف وهي قراءة حفص عن عاصم، وبالتشديد قراءة صحيحة أخرى الذي جمع مالا وعدد، ثم قال جمع مالا ولم يقل الذي جمع المال، قال مالا ونكر نكر مال، يعني معنى ذلك أن هذا الشخص من الأوصاف الذميمة به في من هذه الأوصاف الذميمة في هذا الرجل أنه يجمع المال ولا يهمه أم من حلال أم من حرام وهكذا دواليك، فلا يهمه، فهو يجمع المال ويعدد المال، والريال فوق الريال والدينار فوق الدينار والدرهم فوق الدرهم، ولا يهمه من أين جمع هذا المال. وهل الإسلام يمنع من جمع المال؟ لا، الإسلام يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الإسلام يمنع أن يكون هذا المال صارفاً للشخص عن طاعة الله، بمعنى أنه يكدس الأموال والثروات لكنه لا يستعملها في طاعة الله من الزكاة والنفقة الواجبة والنفقة على الفقراء
والمساكين والمعوزين والمحتاجين وصلة الأرحام، هذا هو المذموم. فالله تعالى يقول: الذي جمع مالا وعدده. يحسب هذا الشخص، أيظن هذا الشخص أن ماله سيخلده؟ لم يخلد المال أحدا منذ أن طلعت خرجت هذه الدنيا، لم يخلد المال أحد. الذي يخلد الشخص هو إذا كان ماله أنفقه في طاعة الله وأنفقه في مرضات الله، هذا هو الذي يخلد اسمه. فالمال لا يدفن مع الشخص، فالشخص إذا دفن يرجع ماله وولده ويبقى والعمل، ويبقى والعمل. فيقول تعالى: يحسب أن ماله أخلده. كلا، ليس الأمر كما يظن، ليس الأمر كما يتوقع أن ماله سيخلده. لا، الذي يخلده هو الذكر الحسن والأثر الحسن بعد الموت، من أنه أنفق أمواله في سبيل الله وفي سبيل نصرة الإسلام وعلو الإسلام ووصلة الأرحام وغير ذلك من أوجه الخير. كلا، ثم قال سبحانه وتعالى: كلا لينبذن. وانظر إلى لفظة لينبذن، ما قال ليطرحن أو ليرمين، وإنما أتت بلفظة النبذ. والنبذ هذه لفظة فيها من يعني صعبها الكلمة النبذ، يعني سخرية بهذا الإنسان، كما أنه سخر بالناس وهمز الناس ولمز الناس وجمع ماله وعدده ولم ينفقه في وجوه الخير. الله سبحانه وتعالى احتقر هذا الإنسان، هذا المتصف بتلك الصفات المذمومة، فنبذه، يعني طرحه، مثل ما ينبذ الشخص النواة. النواة بعدما يأكل التمرة ماذا يفعل؟ يأخذ النواة التمرة ثم يرمي بها، ينبذها نبذا استحقارا لها ورميا لها. فالله سبحانه وتعالى من تحقيره لهذا الإنسان المتصف بتلك الصفات المذمومة قال: لينبذن، يعني ليطرحن في الحطمة. والحطمة هي النار، وسميت النار صلى الله عليه وسلم الحطمة لأنها تحطم وتهشم عظام من يلقى فيها. كلا لينبذن ليطرحن في الحطمة. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أدراك. ومن بلاغة القرآن أنه لما تحدث عن النار أتى بالاستفهام المراد منه التفخيم والتعظيم، لأن الاستفهام في اللغة العربية يخرج لأكثر من 30 معنى، من ضمنها التفخيم والتعظيم والتهويل، ومن ضمنها الاستفهام بمعنى النفي. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أصدق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. فهنا خرج الاستفهام مخرج التفخيم والتعظيم والتهويل لهذه النار. قال: وما أدراك ما الحطمة، أي شيء يدريك ما هذه الحطمة؟ قال: وما أدراك ما الحطمة. الجواب: نار الله. هي ليست نار الآدمي التي تخبو والتي تنطفي والتي حرارتها يعني حرارتها معروفة، لا، بل هي نار الله، نار جهنم التي موقدة باستمرار والعذاب فيها أبدي، نسأل الله السلام والعافية. وكذلك هذه النار، نار الجهنم، ضوعفت أو هي مضاعفة على نار الدنيا 69 ضعفا، ليست نار عادية. فالله قال عن هذه النار: نار الله الموقدة. وهذه النار نسأل الله السلام والعافية جزاء الهماز وجزاء اللماز الذي لم يتوب إلى الله، وجزاء الذي لم ينفق ماله في سبيل الله. فقال تعالى: وهذه النار تطلع على الأفئدة. والأفئدة ما هي؟ قيل الفؤاد هو القلب، وقيل القلب، وقيل الفؤاد هو القلب، والقلب والفؤاد، وقيل أن الفؤاد غشاء القلب والقلب المعروف وغير ذلك. فلم يقل سبحانه وتعالى إن النار تطلع على الأنف أو على الفم، وإنما قال على الفؤاد. لماذا؟ لأن مجمع العقائد الساقطة، ومجمع العقائد الفاسدة، ومجمع الكبر والسخرية بالناس أين يكون؟ في القلب. فالنار تضرب على هذا القلب الذي هو منبع السخرية بالناس والتنابز بالألقاب وسب الناس وشتم الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر،
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون. ما قال من كلامه، لأن قال من لسانه، لأنه لو قال من كلامه قد يسلم الناس من أذيتهم، يسلم الناس منك أن تؤذيهم بلسانك، لكن لا يسلمون أن تسخر بهم في 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 حاجبك وفي عينك ولو لم تتكلم. فلما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، شمل ذلك أنه لا يجوز أن تسخر بالناس بكلامك بنطقك وهو الهمز، وكذلك لا تسخر بالناس باللمز وهو أن تسخر بهم بالحاجب والعين ولو لم تتكلم. وهذا بلغت الحديث. قال: نار الله الموقدة التي تطلع على أفئدة. إن مكمن الكبر والعجب أن الشخص يستحقر الناس ويذم الناس هو القلب، فتكون النار عليه أشد وشد. إنها عليهم، أي النار، النار عليهم على 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 المتصفين بتلك الصفات المذمومة والمشينة، إنها عليهم مؤصدة بالهمز، وفي قراءة صحيحة موصدة، إنها عليهم موصدة، يعني إذا دخلوا النار توصد عليهم الأبواب وتغلق عليهم الأبواب، فلا خروج من النار أبدا لا بدين، نسأل الله السلامة والعافية. الشخص إذا كان يعذب في غرفة والباب مفتوح قد يؤمل الرجاء أن يخرج، لكن يدخل في غرفة ويعذب فيها ويغلق عليه الباب، يكون اليأس عنده كثير ويتحطم من الداخل ويتحطم نفسه. فالله سبحانه وتعالى يجمع عليهم بين النار، أنهم يدخلون النار وأن هذه النار توصد عليهم، ثم زيادة على ذلك في عمد ممددة، عماد ممددة بفتحتين، بفتح العين وفتح الميم، وفي قراءة صحيحة أخرى في عمود ممددة. ومعنى ذلك أنهم إذا دخلوا النار أوقدت عليهم النار بأبواب، وأغلقت عليهم الأبواب، ووضع خلفها ووضع خل و و و و ووضع هذا الإنسان نسأل الله السلامة والعافية في أعمدة، وربط بالسلاسل والأغلال بهذه الأعمدة، وبدأ يقلب في النار نسأل الله السلامة والعافية كما يقلب اللحم على النار. وقد يكون المعنى في قوله في عمد ممددة أن تكون في، وهي حرف جر، لأن حرف جر يربط بعضها عن بعض، قد تكون في بمعنى الباء، فيكون المعنى أنها أن النار عليهم مؤصدة بعمد ممددة، بمعنى أنهم يدخلون النار ويعذبون بالنار ويغلق عليهم الأبواب، ثم بعد الأبواب توضع أعمدة خلف الباب، بمعنى أنه لا يمكن أن يفتح الباب، ولو فتح فإنه يكون أمامه أعمدة، يعني يكون الباب محكم الإغلاق، غير الإغلاق يوضع خلف الباب أعمدة ترد هذا المتصف بتلك الصفات المشينة من الخروج في النار نسأل الله السلام والعافية. إذن فالإسلام ينهانا عن التنابز بالألقاب والسخرية بالناس، وينهانا عن السب والشتم واللمز والهمز، هذه هي أخلاق الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بمن يكرمه، أسأله كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا ويعننا وإياكم على أنفسنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهدي لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.